بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ جميعا الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الفقيدة حرم المرحوم الحاج عبد العظيم أبو أحمد ولأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي فقالت خلقه القرآن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبه فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البخيل فقال من سمع اسمي ولم يصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. زدت صلاة وتسليما وتشريفا عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد السيد عيد القارئ والمقيم في شبين الأناطر. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله
فضلنا على كثير من عباده لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ولقد آتينا
حاضر السيد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. إن هذا لهو الفضل المبين.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم وحشر لسليمان من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قول فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني
وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا عبادك الصالحين. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا كان من الغائبين لأرى
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ this
انت. وجدتم امرأة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله
ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إن بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري رب العالمين منزلا
فيه الهدى والنور، فيه شفاء لما في الصدور. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا يا رب العالمين. آيات بينات من كتاب الله تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة الشيخ محمد السيد عيد القارئ والمقيم بشبين الأناطر بمحافظة القليوبية، مع فراش الكهرباء الحاج عبد الشناوي بأبشيش، الهندسة الصوتية تطلب من إدارة المهندس خالد البرغوث، مهندس التصوير المهندس محمود تعيمة، الخدمة الفندقية الممتازة المتر عاطف علام. أسرة الفقيدة حرم المرحوم الحاج عبد العظيم أبو أحمد، وعنهم الأستاذ مختار عبد العظيم أبو أحمد والأستاذ فرج عبد العظيم أبو أحمد والأستاذ خالد عبد العظيم أبو أحمد والأستاذ كمال عبد العظيم أبو أحمد، يشكرون كل من حضر وساهم في واجب العزاء، وسعيكم مشكور جميعا. القراءة القادمة لفضيلة الشيخ عبد الله نصر القارئ والمقيم بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.